بس هلا تذكرت نحن وصغار لما كنا ننام عند بيت جدنا هونيك، النومي عند بيت الجد كانت كثير حلوه. يا حلوه مغامره عن جد، يعني نهار الجمعه بالليل بتجيب شنطتك تحط فيها قنينه مي، تحط فيها لعبتك المفضله وبتنزل طابق، لانه بيوت الضيعه كلنا بيت جدنا تحت. يعني شو هالمغامرة المتعوبة عليها هاي؟ انتو جدي كان تحت بيتهم، كل الضيعة جدهم تحت بيتهم. شو هالمغامرة؟ أنا إذا طلع لي الذئب على الدرج أنا ونازلي لا 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 بسلم عليه. أفيش طريق طويل لعم بتجدي وطريق قطير، يضحك عليكي ما بيقدر، ما في نفس الشيء، أقصر من هيك طريق ما في. أنت وما بتفيق بالعالم، إذا فايق 5-6 الصبح بدك تفوت على الحمام مزروك، بتقوم هيك معمص، بتجرب قد ما فيك ما تفتحش عيونك، بتقوم على اللاس وبدك ترجع لحتى ترجع تغل بفرشتك، إلا عم بتجدك إذا فايق 5-6 الصبح على الحمام بتجي بتلاقيهم شايلين الفرشة. شايلين الفرشة ونشرين الحرمات وفتحين البرادة ومشرعين ومشمسين، وبيقطع جدك صح النوم لصح ولا نوم. شو في الساعة 6 الصبح بيت الجد؟ شو بهن 80 سنة عمركم بطولة العالم برفع الفرش ليش؟ عندكم حفيد تاني جاي يعمل تشيك إن وراي. هذا أنا ما بفهم، ما بفهم تشريع الشبابيك عايش ونشر اللحف برا، يعني انتو كل هذا شو مادة؟ فطسان عندكم حيوان الأبسوم قبل بيوم. حيوان مين؟ الأبسوم ذو الرائحة. مين الأبسوم؟ يعني راكون؟ إنه ليس حيوان عادي، إنه حيوان الأبسوم. راكون يعني؟ هذا راكون. راكون جيفي نايمة عندكم ولا حفيدتكم؟ لا وبتجي 6 الصبح، تجي 6 حيوني صينية الحليب والكعك هيدي الراعي الرسمي للنومي عم بتجدك. ايه وبتقول لي هي تنفقتي راك الجيل المسلسل على الواحد. انا كنت عمر 8 سنين اي تي تبع الحي، كل تلفزيونات الحي من الواحد للعشرة نفس الاذاعات. نومة الجد انساها، في عندك النوم نحن وصغار عند رفقاتنا كنا كثير ننبسط. ايه بس على طول في عندك باي رفيق او رفيقة كلنا عنا اياه هذا الزلمة اللي هو متصالح كثير مع جسمه، يعني بده يلبس بالبيت براحته الزلمة. بروتيل بروتيل وكيلوت بروتيل بروتيل مخزوق من هون طفرن. إيه؟ تحت باطه إيه؟ مشال شيل يو. بتحس الزلمة عنده حنين. عنده حنين للبيت، عنده حنين للبروتيلات أكثر ما حنين عندهم بروتيلات. لا هيدا بزهوت جماعة بس نام عندهم ما عنده حنين للبروتيلات أكثر ما حنين عنده بروتيلات. ما معقول شو إيزي. يعني هول الجماعة بس نام عندهم أنت ما بتشوفش حالهم، بتشوف حلمي. دمار نفسي يعني هيدا بتكلم وكل يوم نفس النكتة، شو أمل ولا حازب؟ نفس النكتة نفس النكتة. بعد هلا بقول لي عمو بيا لمين هذا؟ ما حقول بيعرف حاله. عمو اعمل معروف او غير نكتك ايه او استر حالك، لانه الحكيم بيقول انبل اداي كيب رفقات ولادك اواي كيف اذا اثنين يعني. لا انا عن جد بس انا فخوره بشغلي انه انا وين ما تحطني بنام ايه؟ انا بتحطني بطياره بغفل، بتحطني ببوت توك توك هذيك المره غفلت. اصعب شيء نومه الفان، نومة الفان كتير صعبة لأنه الشوفير الذي يهزك ويا عريا بيمينه يحرق سلاف معدتي بيساري. نومة الفان بتحسسك بتحلم إنك تجيب سيارة، بس بتضل أحسن من إنه العالم اللي حرام ما بيناموا، هو العالم اللي بيسهروا كتير وما بيجيهونش النوم بسرعة، هو العالم بحسهم من هودي بيفكروا. يعني أنا ما بقدر أكون هيك، يعني مرة جربت هيك فكر، حطيت بلان قلت بدي عد لثلاثة وفكر، حطيت 1-2-3. بس مين بطل العالم بالنوم بالسفرات؟ لا ما على قبرص بنام انا. لا على قبرص بخفر. لا لحظه 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 رحنا على كندا 13 ساعه غفي منهم 16، رحنا على امريكا 18 يوم 16 ساعة. في حدا في حدا عامل دوحه مونريال نوم 11 ساعه؟ ما بعرف 11 ساعه ما بعرف غير ما بعرف غير اقلاع هبوط، ما بعرف شيء ثاني. اكل ما اكلت، ما تعشيت، ما تغديت، ما بعرف شيء. هن بعد حرق بقلبه لهلا هن مقدمين لك 3 ميل ولا ميل. انا وحياه امي ولا ميل.